أحزابا كان ثلاث فئات ناقصة تفتقر إلى مرفوع منصوب وتامة تكتفي بمرفوع وزائدة لا تحتاج إلى مرفوع ولا إلى منصوب، وأكثر ما تزاد بين ما في التعجب وما في التعجب، فتقول ما كان أكرم زيدا. وسمع زيادة أصبح وأمسى في قولهم ما أصبح أبردها ما أمسى أدفأها ولا يقاس عليه. أنا قولي وقد تزاد كان في حشو كما كان أصح عند من تقدم. يحلفون كان ويبقون الخبر، يحلفون كان ويبقون الخبر، ولم يتطرق إلى المبتدا، لم يتطرق إلى الاسم، فعرفنا أنه ذهب معها. قال ويبقون الخبر، ما ذهب الاسم معها، واضح؟ قال حميد بن ثور رضي الله عنه أصبح قلبي من سليمة مقصدا من خطأ منها وإن تعمدا، أي كان إن كان فعلها خطأ منها وتعمدا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم التنس ولو خاتم من حديد. وقالت العرب قد قيل ما قيل إن صدقا وإن كذبا. أنا قولي ويحذفونها ويبقون الخبر وبعد إن ولو كثيرا للسهر. وسمع حذفه بعد لدن حكى سبوي عن العرب من لدو شولا فإلى إتلائها، ومن صيغ العرب افعل هذا إما لا، أي إن كنت لا تفعل غيره، افعل هذا إما لا، أي إن كنت لا تفعل غيره. حذف كان واسمها وابقى لا. نقولي ويحذف هنا يقول الخبر وبعد إن ولو كثيرا للسهر. تحذف كذلك في الحالة الأولى حذفت ولم يعوضها شيء، وفي هذه الحالة حذفت وعوضها ماء في قولهم أما أنت برا فاقترب. قالوا أصل الكلام اقترب لأن كنت برا، هذه الخطوة الأولى أو هذا أصل الكلام. ها؟ نعم اقترب لأن كنت برا لا تعني لي. قدموا الجارة والمجرورة اهتماما به فقالوا لأن كنت برا اقترب. حذف اللام وهو حذف قياسي، أن ومدخولها وأن ومدخولها وكي ومدخولها يحذف معها الجار لأنها مستثقلة بالصلة، فحذف الجار لها قياس، كقوله تعالى وعجزت أن جاءكم شهد الله أنه أي بأنه من أن جاءكم. حذف اللام وقالوا أن كنت برا اقترب، ثم حذف كان فانفصل الضمير صارت أن أنت، وضعوا ما موضعها ثم أدغموا النون الساكنة بالميم فقالوا أما أنت برا اقترب. قالوا هذه الخطوات ومنهم أبا خراشة أما أنت لا نفل فإن قومي لن تأكلهم الضبور. والأمر سهل عملهما متجانس، ما الحجازية ترفع الاسم وتنصر خلق ما سوف يأتيك. ماشي شيخ ما أسمعك ما ضمع المتكلم نعم القياس يقتضي أن نقول نعم هو حذف وضع بعدها ما المرفوع ليس مهمة. نعم قال كان مضارع ولا جزم حذفت العرب نونه كثيرا وهو حذف جائز لا واجب الله صار جيم. يا بني إنها إن تكون مثقال حبة من خردل فتكون في صخرة، الفلان مجزومان حذفت نون الأول وذات الثاني. ولم يكن من المشركين ولم أكن بغيا، وإن مضارع لكان بشرط أن لا يلقاها ساكن وأن لا يتصل بها ضمير كقول النبي صلى الله عليه وسلم يكون فلن تسلط عليه، لا تحذف في مثل هذا لأن الحذف لا يكون في الحشو، وكذلك بشرط أن لا يلقاها ساكن. وشذ قول القائل فإن لم تكن المرآة أبدت وسامة فقد أبدت المرآة الجبهة الضيامي. وقل يا شذا لم يكن الذين كفروا من الكتاب وشكنا مفكين. ومثلها في هذا لكن، بعض العرب يحذفونها لكن، ومن قول الشاعر ولكن اسقني إن كان ماء كذا فضلي ولكن اسقني، من قوله وإن مضارع كان ملتزم تحذفون وهو حذف ملتزم ليس ملتزم.